أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. تبارك الله. تسألن يومئذ عن النعيم. اسمع قصص. اسمع حبيبي، اول شيء نعطيكم موقف لواحد اخواني غني، قصر وخدم، يعني الله أنعم عليه حقيقة، لكن هو للأسف كفر بالنعمة، تكبر، حتى ما تكبر بس على البشر، تكبر حتى على الله. ذاك اليوم أكل الأكلة ما شاء الله دسم، ثم مدد رجوله شوي إخواني، تمر عليه خنفسانة، خنفسانة، تعرفون الخنفسانة؟ خنفسانة إخوان، تعرف ايش قال الخنفسانة هذا متكبر؟ شوف قلة أدب، اسمحوا لي في الكلمة هذا، كلكم يا إخوان مشايخنا وعلمائنا ودعاتنا وإخواننا الآن وخواتنا، اسم تكفوا لما أقول الكلمة اسمحوا لي تكفوا فيها. لكن أبغى أنا خاطب إخواننا التجار والناس الأغنياء، اللي أنا كل الناس يا أخي، لكن اللي تكبر على الله، أعطاه نعم لكن تكبر على الله. تعرف إيش قال الخمسان يا إخوان؟ قال هذا وقتك ذي، هذا وقتك، يعني تو متعشي ولا وقت، يعني ما هو مناسب إنك تمرين الوقت الآن، هذا وقتك، بعدين شو الشكل هذا؟ الشرع ميب عليك. الشرع ميب عليك، الشرع اللي خلقك، الشرع ميب عليك، الشرع اللي خلقك. والله يا اخوان اقسم بالله يا اخوان، تجي قرصه يا اخوان في رجله، تجي قرصه يا اخوان في رجله يا اخواني، قاعد يحك رجله، يحك رجله يا اخوان، الله يكرمكم يا اخوان يعززكم جميعا، يحك رجله يا اخوان بيده شوي يا اخوان، نجيب عود يحك بالاخوان العود، يحك رجله يا اخوان بالعود من قوه ما يونس يا اخوان، شوي يا اخوان رجله تنتفخ، تنتفخ رجله يا اخوان. يقال والله يا اخوان، يقال صار وزن اخوان بس الرجل حال هذا 70 كيلو، لا اله بس الرجل 70 كيلو يا اخوان، استمر مع المرضى 20 يوم، ما خلى مستشفى يا اخوان اللي راح له، اي شيء مستشفى يذكرون يروح يسوون له تحليل كامل، يقول ما فيك شيء سليم انت، الحين رجل وارم اخوان منتفخه، يقول انت ما فيك شيء، ما اتضح شيء. يمر عليه واحد اعرابي من الباديه، قال علاجك بعد الله عندي، قال اذا عالجتني اعطيك نص ملكي او قال ثلث ملكي. قال الاخونا الاعرابي ما نبغى منك، ما ابغى منك فلوس، ملكك خلى لك، انا جاي ادور ما عند الله، ابغى الاجر. لكن وش العلاج اخواني؟ بعد الله طبعا. قال نبغى شفنا مخنفسانة من المحراب، الله يعزك من البيارة، يعني دور أي خنفسانة من البيارة الله يعز الجميع. وراح وجاب خنفسانة وفتح له فتحة في رجله ودخل الخنفسانة. ليه؟ في حشرة ضعيفة، حشرة إخوان، حشرة جوا رجوله، ما يقتلها لمن؟ خمسانة بعد الله يا اخوان، سبحان الله. صار علاجي على خمسانة هذا اللي يقول شو الشكل؟ لا الشكل شرم عليك، شرع اللي خلقك. والله يا اخوان اقسم بالله ما قتل بعد الله الحشره اللي جوا رجوله، اقسم بالله الخمسانة 3 ايام بس لا تشافى بعد الله، سبحان الله. هذا موقف اخوان، جزاه الله خير اللي دق قال ذكر يوسف اللي ذاك عنده مرض وبائي. هذه 3 من الشباب، ما ابغى اذكر الديره، لكن 3 شباب اجتمعوا اتفقوا انهم يشربون خمر. قال لهم طبعا واحد منهم ولد نعمه، ولد قبيله معروفه، شكله مقبول، سياره فخمه، بس عنده ايش؟ كبرياء، كبر، ما يرى الناس شيء،
هو اللي جاب البطل، هو اللي جاب الشراب معه. لما اقبل على اخوياه اعطى واحد منهم فلوس قال جيب العشاء، والعشاء هذا يسمونه مزة، يبغى يمزمز ثم يتعشى ثم يشرب. وش جاب اخويهم من عشاء؟ جاب حبة دجاجة ورز. نعمة له ابن الشيخ ناصر؟ نعمة. حبة دجاجة ورز نعمة. لكن هذا وش سوى؟ ما اكتب انه يتكبر على الناس ما يرى الناس شيء، تكبر حتى على نعمة الله، شاتها برجل اخوان قال هذا عشاء ذا، شاتها اخوان برجل قال هذا عشاء، حرم نفسه من العشاء، ما تعشى، رده للشراب، قاعد يشرب خمر. اللي نفس اللي جاب العشاء لم الدجاجة ولم الرز قاعد ياكل منها، ما كان في بيبسي ولا سفن ولا مويه، قاعد يدز الاكل بالخمر بالشراب. ياكل رز ويدز بالشراب، ياكل رز ويدز بالشراب، شويه الله عز وجل ما ياكل الحاضرين، قاعد يرجع ويستفرغ. استفرغ اخواني رجع. جابوا له كيس عشان ما يوسخ البرشه، خلوه يفرغ الكيس. والله يا شباب شفت هذاك اللي شات النعمه برجله اللي ما يرى الناس شيء متكبر، قاعد يشرب ويشرب ويشرب. شوي اخواني ما ادفع فلوس من اول الليل عشان ايش؟ جايع. ما ادفع فلوس هو جايع اصلا. باقي الرز وباقي شوي من الدجاجه. باقي اخواني الله يعزكم السفره خويه. والله يا شباب اكل من السفره ايش؟ السفره خويه. لا حول. بعد اسبوع او اسبوعين والله مات ويا خويه. ليش؟ نفس اللي استفرغ الله يعزكم، اللي استفرغ الله يعزكم كان عنده مرض يسمونه الكبد الوبائي. فانتقل الفيروس لهذا ولد النعمه ويموتون بعد اسبوع او اسبوعين اثنينهم. شفت كيف؟ يمهلك الله ويمهلك ويمهلك يأدبك. يمهلك ويمهلك ويأدبك. وكل من يتأدب مع الله فوق الارض يأدبه الله تحت الارض ويوم الارض. اما الموقف اللي بقول عن عبد الله بن انا معلش الوقت اوشك على الانتهاء يا اخو يوسف، لكن ان شاء الله يجمعنا بكم لقاءات يعني اخرى. لكن انا بس بدنا نختم معلش يعني استاذ الشباب ثمر عليكم ناخذ كلمه اخيره منكم. لكن فيه قصه ذكرتها فاثرت في كثير من الناس اللي هي قصه بر الوالدين او عقوق الوالدين، انا اتمنى انك تجيبها حتى نختم فيها الحلقه. طيب ما عندك مشكله بس يقرا الشيخ وقضى ربك ممكن. طيب تفضل الشيخ. نسمع الايات ونقراها لكم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يعطيك العافية بارك الله فيك. طيب نختم يا اخوي نقول قصه بس بر وعقوق باذن الله بسرعه. والله ما كان ودي اقول، انا قلت يعني كم مره في الاشرطه كذا لكن طلب الشيخ ناصر ما ابغى ارده. هذه قصه واي واحد عاق بوالديه تكفى ركز معي، واي واحد بار بوالديه برضه ركز معي وسمعت كلام رب العالمين ورضى الله مرضى الوالدين والجنه تحت اقدام الامهات. هذا واحد اسمه حيزان عمره 60 سنه. 60 سنه ولا تزوج، حرم نفسه من الزواج. ليش؟ ما عنده فلوس، شكله غير يعني مقبول، ما حد يبغاه من البنات. لا، حيزان قال ودي اتزوج بس خاف تجيني زوجه تشغلني عن امي، انا انسان ابغى اقوم بامي ابغى ابر بامي. يتفاجئ حيزان يجي اخوه الصغير قال حيزان ما قصرت كثر الله خيرك يا اخي انا ابغى اجر مثلك ابغى امي عندي. قال حيزان ليش بتحرمي بابي من باب الجنه؟ لا والله اسمح لي اذا مت اخذ امي. هل اخوه اقتنع وخلاص؟ قال خلاص. راح القضيه وصلت للمحكمه، الشيخ القاضي قال هذه اغرب قضيه تجيني، يعني قضايا مخدرات قضايا حقوق سرقات اخلاقيه، لكن يجيني قضيه كل واحد يبغى يعني ياخذ امه. لا اسمحوا لي، تؤجل الجلسه الى بكره. جو اليوم الثاني اخواني شايلين امهم في كرتون وزنها 20 كيلو وعمرها 90 او اقل واكثر ويحطونها فوق طاوله الشيخ. الشيخ يسالها يا خاله يوم حيزان تبغين عند حيزان ولا اخو حيزان؟ تبغون عند حيزان ولا اخو حيزان؟ قالت يا شيخ لا تحرجني يا شيخ كلهم غالين عينين في راس واحد احكم بينهم يا شيخ احنا راضين بحكمك. الشيخ يسال من؟ يسال حيزان. هاي حيزان تتنازل اخوك الصغير؟ قال ليش يا شيخ تبي تحرمي باب من باب الجنه؟ لا والله اسمح لي. الله اكبر. يسال الصغير المتزوج ها تتنازل اخوك الكبير؟ قال يا شيخ
شوف حزام قد هو كبير ويحتاج من قومبه، انا ودي قومبه واقوم بامي واخذ اجرهم اثنينهم. الله. حكم الشيخ لتكون من عند من؟ عند الصغير المتزوج. شوف حزام ايش قال وهو يبكي، يعني شيخ خلاص امي بتروح من عندي؟ يعني شيخ خلاص امي بتروح من عندي؟ وهو يبكي يا اخوان. اسمع العقوق الان. هذا واحد متزوج وامه معه في البيت وهي زوجته. هذا متزوج وهي زوجته يتعشون لحاله في صحن واحد، يتغدون في صحن واحد ويتكلمون كلام بذيء على امه لين حرقه قلبها. لين كلا شيء اسمه ولدها وزوجته. الام دقت على واحد من عيالها، تعال يا ولدي مرني في بيت اخوك. يقول ولد اول ما ركبت معي امي قالت يا ولدي نبغى مكه، قال يمه يوم الاثنين خلي ربع خمسه جيم عندي دوام. قالت لا يا ولدي ابغى مكه اليوم، قال يمه سمعنا وطاعه. مكه مكه ما طردت شيء يمه. يقول ولد اول ما مشيت شوي اسمع امي تبكي. الفت عليها رافع يدينها تدعي وتبكي. رحنا الميقات باقي امي تدعي، البس لحرماتنا باقي امي تدعي وتبكي. رحنا الحرم تتمسك امي بالملتزم وهذا يرجو فيه استجابه الدعوه، امي قاعد تدعي وتبكي. طول الطواف امي تدعي وتبكي. تعرفون امي ايش قاعد تقول؟ ولها باي ام، لكن لما تطلع من طورها ما عاد تقدر تحمل ولدها، ما عاد تقدر تصبر على ولدها، كانت تقول اللهم احرق قلوبهم مثل ما احرق قلبي. اللهم احرق قلوبهم مثل ما احرق قلبي. يقول ولد اول ما انتهينا من الطواف يجينا اتصال من احد مستشفيات الرياض، السلام عليكم. عليكم السلام، انت فلان؟ قال نعم. قال عندنا اخوك وزوجته صار عليهم حادث وانشلوا اثنينهم. لا حول ولا قوه. صار عليهم حادث وانشلوا اثنينهم. سمعت حبيبي كيفك وكيفني مع امهاتنا اخوان؟ الله الله بوالدينا، رضى الله رضى الوالدين. عندك الصلاه؟ عندك الوالدين. اكيد. طيب.